بالله لمطار الملك علي دول عمان حتى التوقيت المحلي يشير الى تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل ودرجة حرارة خارجية هي 23 درجة مئوية. نرجو من حضراتكم البقاء جالسين في أماكنكم إلى أن تتوقف محركات الطائرة نهائيا وأن تزال إشارة رب حزمة المقاعد. نود أن نشكركم لاختياركم الملكية الأردنية وأمريكان إيرويز وبريتش إيرويز. شاكرين لكم ونتمنى لكم رحلة وإقامة طيبة في عمان وشكرا.